أخ قل لي يا فندي قل لي يا بيه عندي سؤال محتاج لي جواب ومفيش حد ومفيش حد ومفيش حد جاوبني عليه هو سؤال من اللي بيتفبرك وبيتمط زي الأستك ولا سيادتك تقصد ايه لا ده سؤال ممنوع من الصرف وانا مفهمش فيه ولا حرف واللي بقوله برجع اعيده واللي بعيده بلخبط فيه قل لي يا عم قل لي يا بيه هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا حصل فيها ايه ما حصل فيها اللي ما يحصل في الاحلام لاي غفير فيها ناس تبني جميع احلامها على كراكيب احلام الغير وناس في الزحمه من غير رحمه باعوا العظم في سوق اللحمه يشتروا اي ضمير بجنيه قل لي يا عم قل لي يا بيه هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا حصل فيها ايه الاحلام صبحت على الموضه حمرا وصفرا وخضرا وسودا وولادي وقعوا في نفس الفجوه حتى مراتي صابتها العدوى قال ايه عايزه ضمير الخير وتبيع عمري وتكسب فيه قل لي يا اخ قل لي يا بيه هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا حصل فيها ايه ده انا رجليا مش شايلاني حاسس اني زعلان مني وماشي في السكه بعض لساني طيب وجوه مني ضمير انساني حطوا كلبش حديد في ايديا وقطعوا النور والميه عليا كل ده يحصل كل ده ليه قول لي يا عم قول لي يا بيه هي الدنيا هي الدنيا هي الدنيا حصل فيها ايه 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 ايوه صباح الخير افندم يا باشمهندس ايه ده كماليا عيب قوي كده انا كده برضه كماليا ايه افندم دي مش تقولي لي اتفضل يا خبر انت عاوز تلوث سمعتي ايه الوث سمعتك دي ليه شايفاني شايل الميكروب الناس تقول ايه يا باشمهندس اني دخلت راجل وانا لوحدي قاعده في البيت في ايه يا كماليا في ايه انت مالك كده مش تمام النهارده هي هلا مش موجوده لا خرجت مع مامتها والاستاذ وائل في الكليه وشوقي بيه في الشغل وانا لوحدي قاعده في البيت طب ما تعرفيش هلا هتيجي امتى العلم عند الله طب ما قالتلكيش اكلمها في التليفون اجيلها بعد كام ثانيه كام دقيقه كام ساعه ما انت عارف انها مروشه ايه هلا اتروشت من ساعة الحادثة اللي حصلت لها وهي أعصابها تعبانة ومش مصدقة إن عصابها خطفتها دي مسكينة أعصابها تعبانة قوي أنا كمان يا أعصابي زي ما تقولي كده تعبانة شوية معلش يا أستاذ ممكن حضرتك تروح للدكتور برضه يعالجك زي الأنسة هالة هي هالة راحت للدكتور؟ أكيد الدكتورة ودتها للدكتور أصلها تعبانة قوي مش مصدقة اللي حصل لها وطول الليل طول الليل تصحى من النوم وتقول انت فين يا بهجت جت الحقني يا بهجت حبيبتي هالة سايب اللصوص يخطفوني يا بهجت حنقم يا هالة
انت لزومك ايه يا بهجت؟ ايه؟ لا الجملة الأخيرة دي من عندك يا كاميليا. هلا لا يمكن تقول كده. بعدين أنا كنت هعمل إيه أنا في العصابة؟ أنا كنت أعرف إن في عصابة هتخطف أصلاً؟ أنا ما كنتش موافق على حكاية الشغل دي من أساسه. هي اللي طنشتني، ما خدتش رأيي. يعني كنت عايزها تسيب شهادتها وتقعد في البيت تستنى العدل؟ ما العدل قدامك يا بت. ما تتكلمي عدل، عيب. وقفي عيوب وتكلمي عدل. ما هو في أعدل من كده؟ ده انا مجهز لها شقه يا كاميليا. لو شفت الشقه، 4 اوض وست صالات وفرندات، وبعدين اول شقه في التاريخ بحمام لوحده. حمام ايه؟ هو يعني بطلع اعمل الله. بس هي تيجي تنور الشقه وتشرفها. والله بقى حضرتك الكلام ده تبقى تقوله لها عشان انا مش فاضيه ورايا شغل. مع السلامه يا باشمهندس. الله يقويك يا كمال. انا ماشي. بالسلامه يا باشمهندس. مع السلامه يا باشمهندس. سلام. مشي سربته بيطلع الروح. يا ساتر يا رب، لازقه بغيرها. ما هتعملي ايه معاه؟ هعمل ايه معاه يعني؟ هديله السكه طبعا. وباباكي هيوافق؟ مفيش مشاكل، ما دام ماما موافقه هي بقى تقدر تقنعه. ده كلام فارغ، وانا لا يمكن اوافق عليه. ايه ده بس يا استاذ سعيد، مثلا ما تتاخدش كده بالعصبيه. يعني ايه؟ يعني ايه امر اداري يطلع من غير ما استشار فيه؟ ليه؟ هو انا هنا طرطوم؟ ما هي برضو من اختصاصاته. لا يا انسه، دي من اختصاصات السيد رئيس الحي اللي هو قريبك، وانا بحذرك لابد انك تبلغي السيد رئيس الحي فورا. ابلغه فين بس يا استاذ سعيد؟ ابلغه في استراليا ولا في كندا ولا في فوكلاند؟ ما انت عارف ان هو بقاله اكتر من شهرين غايب عن الشغل. ما هو مسكين الراجل، هيعمل ايه؟ هيقطع نفسه. الراجل عمال يلف جميع احياء العالم، من امريكا لاستراليا لكندا لفوكلاندا. فوكلاند مش وقته، الراجل بيدعو للاخاء. الراجل ده حمامة السلام بين حينا وجميع احياء العالم المحبة للسلام. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا 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 يا سعادة البيت، نورت القعدة يا بيت. انت هنا يا استاذ سعيد؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بيك. دي يا فندم الاغنية الجديدة اللي انا محفظها للموظفين علشان يغنوها لسعادتك. احنا هنرجع تاني لعصر الاغاني؟ يا سعيد. الله يخليك يا انسه هنا، انا عايزها مظبوطه وهاتي لي ميه معاها. نعم، ميه ساقعه وقهوه مظبوطه. هي ايه دي اللي مظبوطه؟ القهوه يا فندم. انت فاهم ان احنا فاتحين هنا مضيفه؟ لا يا حبيبي لا، روحي على مكتبك يا انسه. حاضر يا فندم. ها ايه الاخبار يا سعيد؟ كله تمام يا فندم. السعاده تعم جميع الموظفين لوجود سيادتك على قمه السلطه. انا بتكلم عن الشغل مش عن السعادة اللي عند الموظفين. لا لا، الشغل ماشي تمام التمام يا فندم. أنا مانع منعاً بتاتاً أي موظف أو موظفة يفطر على مكتبه أو يخرج الشارع عشان يشتري فطار ويفطر على مكتبه بتاتاً يا فندم. يعني الموظفين شايفين شغلهم وركزين على مكاتبهم وبيخلصوا مصالح الجماهير ولا بيقروا جرايد؟ بتاتاً يا فندم بتاتاً. جرايد إيه؟ أنا مانع أي بياع جرايد يخش المبنى بتاتاً. لكن ما منعتش الموظفين انهم يجيبوا الجرايد معاهم ويقروها في مكاتبهم. انا لسه ضابط 2 مهندسين قاعدين يحلوا الكلمات المتقاطعة. طب ما هي دي ظاهرة حسنة يا فندم، يبقى اكيد بينشطوا مخهم. ويا ترى انت كمان بتحب تنشط مخك الصبح بالكلمات المتقاطعة؟ طبعا يا فندم، ده امر ضروري. ده انا لازم اشوف سيادتك. انا لا تستعصي علي قالي اي كلمه متقطعه. طيب يا استاذ سعيد اسمع ما اقول لك بقى. انا هطلع امر اداري ان اي موظف يضبط بيحل الكلمات المتقطعه اثناء ساعات العمل الرسميه يخصم منه 2 يوم، والامر ده هيطبق على الصغير والكبير. ايوه بس هيبقى في مشكله سعادتك. نعم. السيد رئيس الحي غاوي يحل كلمات متقاطعه، ما بيبتديش يومه ويصطبح الا اذا حل الكلمات المتقاطعه، ويا ويله لو استعصت عليه كلمه. لو استعصت عليه كلمه في الحاله دي بقى تلاقيه يقفل على نفسه باب مكتبه ويرفض يقابل حد ويعيط. هايل يا فندم هايل، والله هو ده اللي بيحصل بالظبط. وايه تاني يا استاذ سعيد؟ كنا بنتكلم يا فندم بخصوص الامر الاداري. بعد اذن سيادتك يا فندم. دكتور هشام المنصوري عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل يا دكتور.
اهلا 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 يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. انا كنت قريب من حضرتك قلت اشوفك واشرب معاك فنجان. الله يخليك، ده انت تنور وتشرف. اهلا وسهلا. القهوه. حاضر يا فندم. الاستاذ الدكتور هشام. اهلا وسهلا. والاستاذ سعيد. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. ايه كنا بنقول في ايه يا سعيد؟ كنا بنتكلم يا فندم بخصوص الامر الاداري اللي حضرتك طلعته. أي. بتحويل مخصصات العلاقات العامه لتجميل ونظافه الحي. هو ده طبعا قرار حكيم وعظيم من سعادتك. انما هو بس في مشكله صغيره، يعني سيادتك لو حبينا نجامل اي حد مسؤول او موظف، يعني واحد حماته توفت جات له ترقيه، هنعمل ايه؟ والله انا شايف ان احنا هنبقى نلم من الموظفين. موظفين؟ ايه؟ نلم ايه سعادتك؟ ده الموظفين محتاجين اللي نلم منهم. وبعدين احنا عشان نلم من الموظفين لو واحد توفى عبال ما نلم له يكون 40 فات. خلاص يا سيدي بلاش، مفيش داعي نجامل حد. خلاص المجاملات مش من مهام وظيفتنا، لا في حاجات اهم. هو طبعا يا فندم مظبوط كلام حضرتك، بس هو العرف جرى ان طبعا. اسمح لي، الظاهر اني جيت في لحظه مناسبه عشان اقول اقتراح صغير. ايوه. ليه ما يكونش في حملات شعبيه للتبرع من اهل الحي؟ يعني الامور النظافه، الرصف، حاجات كده يعني، بدون ما نستنى اي ميزانيات او اعتمادات. وده هيخلي الناس هتدفعه هيرجع لهم في شكل خدمات مباشره. سيادتك متفائل قوي. معلش يا باشا، هو متفائل جدا. مين المجنون اللي هيتبرع بالمبالغ لاهل الحي ان شاء الله؟ انا سيدي اول مجنون. انا اسف. وده شيك بخمس تلاف جنيه. خمس تلاف جنيه؟ شكرا يا سيدي. وعلى فكره في ناس كتير قوي ممكن تتبرع بس مستنيين فرصه. انا مش عارف اقول لك يا دكتور، حضرتك مدهش. ادخل يا تهاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زغال. اهلا وسهلا. زغال. ازيك يا مهجد؟ زغال. اي صحيح. ازيك الدكتور هشام؟ الدكتور هشام دكتور كبير قوي، دكتور عيون وصديق الباش مهندس بهجت، مهندس بترول، وابن اختي وخطيب بنتي. هلا. تشرفنا. طب اسيبكم بقى عشان تبقوا براحتكم يا فندم. طيب بعد اذن سعادتك. مع السلامة. اهلا وسهلا. ربي يقران. عشان تبقوا براحتكم. اهلا الصحة. انا مش قلت لك ما تجينيش هنا في المكتب؟ الموظفين يقولوا ايه؟ عمال يقابل قرايبه في المكتب. معقول الكلام ده؟ كان لازم اجي لك يا خال، كان لازم اجي لك، عايزك في مساله مستعجله قوي قوي قوي. استنى يا اخي. اهلا وسهلا يا دكتور هشام. اهلا وسهلا. ما على فكره بهجت ده يبقى ابن اختي، الدكتور هشام ده من الدكاتره العظام. اتفضل اسرح. وتكرم علينا وتبرع لنا ب 5000 جنيه، واخد بالك؟ لعشان خدمه الحي. 5000 جنيه؟ ده مبلغ كبير قوي. 5000 جنيه؟ ايه يا دكتور، انت بتلاقي فلوسك ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا خالد في الكلمة، انا كمان شخصيا ممكن اتبرع لكم في الاجازة الجاية ان شاء الله. هتبرع لكم بتيس، بس هيكون تيس كبير قوي كده هيعجبك يعني، بس بشرط مش قبل ما تديني كلمة في مسألة جوازي من هالة. وصل؟ ايوه وصل، امبارح بالليل. وازاي ما اتصلش بيا؟ اكيد تعبان، بس انا سمعت انه جاي النهارده. يبقى اكيد جاي يبشرني اني فزت بالجائزه. ان شاء الله باذن الله. طبعا اذنك هروح استناه في مكتبه. اتفضل. ومال السعاده مرسومه على وشك ليه؟ دكتور فريد وصل، وتفتكري ان الواحد وائل ممكن تكسب جائزه؟ من بؤط لباب السماء يا رب. وتفتكري لما وائل يبقى رسام عالمي هيرضى يحتفظ بوظيفته هنا ولا يتعامل معانا؟ اكيد طبعا هيرجع وهو مناخيره لفوق يقول ان هو رسام عالمي وان احنا مش من مستواه. انت دايما كده متشائمه. وهو ايه في الدنيا يخلي الواحد يبقى متفائل؟ شوف يا خال، اصون كرامتي من اجل حبي واضحي بحبي من اجل كرامتي. الا كرامتي يا خال،
إلا كرمت. لا أنا ابن أختك وأنت عارفني كويس. إيه بس اللي حصل يا بهجت؟ إيه اللي حصل؟ اسكت اسكت خالص. اسكت إيه؟ أنا حزين حزين جدا. ليه ليه يا ابني يا ابني؟ أعمل معروف، أنا مش فاضي ورايا شغل. خلصني، أنت عايز إيه؟ تصور يا خال، ابن أختك يروح عندكوا البيت، ست كاميليا تقابلني وتعاملني معاملة جافة جدا، تعاملني معاملة معزة في وادي الخرفان. البنت كاميليا تخيل رزعت الباب في وشي، أنا البس مهندس بهجة ثعلب الصحراء، يترزع الباب في وشي يا خال؟ فشر لا فشر. طيب هالة كانت فين؟ اسأل نفسك بقى كانت فين؟ هي دي تربية. أنا مش عايز أتكلم، أنا خرجت الست يعني خرجت. معلش أكيد خرجت وراحت مشوار مهم. مهما كان مهم مش أهم من خطيبها. المشوار المهم ممكن يتأجل، ده أنا مسافر وجاي أودعها. هي الدنيا طارت ولا الدنيا طارت؟ لا 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 ما طارتش ولا حاجة، بس أكيد في حاجة ما تستحملش التأجيل. يمكن راحت سينما ولا ولا جايز يكون يعني بخصوص المشكلة اللي تعرضت لها. ما عشان كده بقى أنا مصمم يا خال إنها تسيب الشغل فورا. هلا يا بهجت، هي صاحبة القرار، وأنا ما أحبش حد يجبرها على حاجة هي مش عايزاها. وأنا جوزها لا مؤاخذة، قصدي يعني اللي حبقى جوزها. ولا أنتوا إيه نظامكم بالظبط؟ ما إحنا عايزين نرسى على بر لا مؤاخذة. يا بهجت لما تتجوزوا ابقى اتحكم فيها زي ما أنت عايز. امتى يا خال؟ سيب الجاكيتة. أنا عايز أتجوزها بسرعة يا خال، بحبها وعايز أتجوزها. يا بهجت ده كلام يتقال هنا برضو يا بهجت؟ ما هعمل ايه؟ ما انا مسافر، وانت وعدتني ان احنا هنتفق على ميعاد الجواز قبل ما اسافر. ان شاء الله لما ترجع من الاجازه الجايه اكون انا اتفقت لك على كل حاجه. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك لي. على مهلك، ربنا يخليك لي يا خال، على مهلك يا بهجت، ربنا يخليك لي ويبارك لنا فيك يا حبيبي يا خال. وانا عندي وعدي، اول ما ارجع في الاجازه هتبرع لكم بالتيس، بس على شرط تديني هلا اديك التيس. طيب احقل شوي من فضلك. يلا يلا، السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام يا خال. مع السلامه. مع السلامه يا بهجت. مع السلامه. يا لهوي، الواد هيتجوز على روحه. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. انا ما صدقتش لما قالوا لي ان حضرتك رجعت من السفر وجيت الكليه النهارده. انا جيت امبارح بس، لكن واجبي وتلامذتي أكبروني إني آجي الكلية النهاردة وما أخدش ولا يوم راحة. بكرة لما تقعد مكاني هتحس بالمسؤولية اللي أنا حاسس بيها. اقعد يا واد، اقعد. طبعًا يا دكتور. حضرتك عملت إيه في البناني؟ أيوة. لا تتخيل الاستقبالات اللي استقبلوني بيها، لقاءات تلفزيونية وحاجات عظيمة جدًا، ناس بتقدر الفن وتعرف قيمته. ده غير بقى لما النتيجة أعلنت وخدت الجايزة التانية، هو الاهتمام ده بقى تضاعف. هو حضرتك اشتركت في المسابقة؟ طبعا. أمال أنا سافرت ليه؟ أصل أنا هاوي فن. لا مش هاوي يعني، أنا محترف، محترف فن، بس أنا كنت برسم وبحتفظ باللوحات دي لنفسي، ما كنتش بحب أعلن عن اللوحات ديت، لكن لما جت الفرصة اتقدمت في المسابقة وفزت. ألف مبروك، ألف مبروك يا دكتور، ده خبر هايل. طبعاً أنت عارف إن والدي فنان عظيم، ومن الطبيعي إن أنا أطلع له، وبرضه من الطبيعي إني أبتدي حياتي بجائزة كبيرة زي دي. ولوحة يا دكتور عملت إيه؟ لوحتي؟ اللوحة بتاعتي أزمة الإنسان المعاصر اللي حضرتك كنت للأسف للأسف يا وائل، حماسي ليك كان السبب في عدم تقدير الأمور بشكل صائب. يعني إيه؟ وائل أنت لسه صغير والمستقبل قدامك، وانا مش عايزك تيأس وتتحطم واحلامك تتكسر. يعني اللوحة ما كسبتش؟ يا
دي مسألة طبيعية يا وائل، مش معقولة مجرد هاوي زيك يكسب المحترفين والعمالقة في عقر دارهم. عشان كده أنا بنصحك إنك تنسى مسألة الرسم دي وتتفرغ للتدريس والماجستير. أنا مش مصدقة اللي حصل ده. مش مصدقة إيه؟ مش مصدقة إني ما كسبتش؟ أنت فاكراني مين؟ فاكراني فان جوخ ولا مايكل أنجلو؟ أنا مجرد هاوي، مجرد هاوي حلم في لحظة إنه ممكن يهزم المحترفين في عقر دارهم. أنا مش بتكلم عليك أنت، أنا اللي مستغربانه إن الدكتور فريد تزرع عليه موهبة الرسم فجأة. لا مش كده وبس، يكسب كمان جايزة عالمية. وفين حماسه ليك؟ وبين البنالي ده مسابقة فنية شريفة اللي بتنافسوا فيها ناس شرفة. مفيش فرق بين هاوي ومحترف، لأن الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبين فنانين كتير الناس ما اكتشفتهمش هم عايشين، بس بعد ما ماتوا اكتشفوا عبقريتهم وخلدوهم. يا سلام، يعني عايزانا استنى 100 سنة عشان الناس تحس بقيمة فني؟ لا أنا مش قصدي، بس أنا قصدي إيه؟ الظاهر إن الدكتور فريد كان عنده حق لما قال لي أسيبني من حكاية الرسم دي وكفاية عليها الماجستير وتدريس. لا 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 يا ابني، أنا مش موافقك على كده. الخسارة مش معناها نهاية العالم. ممكن تكون موهوب صحيح، لكن ما بذلتش نفس المجهود اللي بذله واحد تاني فاز في المسابقة. أيوة بابا، بس أنا تعبت في اللوحة دي قوي. جايز الخطأ في الأسلوب، ومش عيب إنك تغير أسلوبك. حياة الإنسان يا وائل عبارة عن رحلة بحث عن الحقيقة والنجاح، وانت لسه صغير والحياة قدامك يا اخي. تقدر تجرب مرة واثنين وثلاثة وتبحث لحد ما تلاقي طريقك الحقيقي. تفتكر كده؟ طبعا يا ابني طبعا. اللي حصل ده مش كله خسارة، لا، في شيء من النجاح. انت نافست اكبر فنانين العالم، وده في حد ذاته شرف ما يحلمش بيه حد في سنك. وكون اسمك يا وائل انطرح قدامهم باعتبارك فنان، فده في حد ذاته نجاح، نجاح كبير. واكيد المره الجايه لوحاتك هتلاقي منهم كل تقدير. تخيل يا بابا، انا ما بصيتش للمساله من الزاويه دي. لانك لسه صغير يا وائل، اللي في سنك دايما مستعجل، علشان كده ما بيقدرش يشوف كل التفاصيل اللي حواليه. مع انك فنان يا اخي، ودايما الفنان بياخد باله من التفاصيل. يا كلام حضرتك ريحني واداني الامل من تاني. طب قوم، يلا يلا قوم، ما تضيعش وقت في الكلام واللي راح واللي جه. كمل اللوحه اللي بترسمها، وما تنساش ما تنساش تضاعف مجهودك. حاضر حاضر يا بابا. شكرا. أنا حبيبتي، إيه رأيك؟ رأيي جاني يا ست الكل. مساء الخير يا شوقي. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. كنتوا فين لحد دلوقتي؟ مفاجأة، مفاجأة هحكي لك عليها بعدين. طيب، إيه يا ترى المفاجأة دي؟ مفاجأة حلوة جدا يا بابا. طيب، من حق، أنا كنت عايز أتكلم معاك. يا مش وقته دلوقتي يا شوقي. يلا يا حبيبتي، البنت تعبانة، خشي أوضتك يا ماما. يلا حبيبتي. بعد إذنك. زي ما تكون هي عارفة أنا عايزها ليه. يا سلام عليك يا شوقي، دايما ظالمني كده. ألو، أيوة يا باهجت. نعم، لا اطمن اطمن يا سيدي خالص. يا سيدي سافر شغلك وانت مرتاح، اطمن بقولك. ان شاء الله على ما ترجع المره الجايه هكون خلصت لك كل حاجه وحددت ميعاد الجواز. مع السلامه بقى يا بهجت، مع السلامه. والله دي الظاهر داليا رجعت من رحله. ايه، انا اللي هفتح. لا ما يصحش، تعالي اطلع على المطبخ. امشي على المطبخ. هو ايه قصده ده؟ يعني الحق عليا يعني؟
الخير يا اخ. تعال هنا. انا ماشي. سلام عليكم. تعال تعال هنا. انت جاي في ايه وماشي في ايه؟ بخصوص ال انت نريمان. عايز نريمان. نريمان؟ قصدي الدكتور نريمان. شطه انا اذنك يا اخ. ايه مالك في ايه عسل؟ جاي مالك؟ فيك ايه متصارب عليه؟ بصراحه بقى انا لفيت الدنيا عليكي ما لقيتكيش، قلت اجيلك هنا. طب ومالك متزرزر قوي كده؟ هو بقى بصراحه صاحب المحل بيقول يا تخلصوا في المحل بكره الصبح يا اما. لا مفيش يا اما، هنخلص بعون الله. انا بكره الصبح اروح البنك اسحب القرشين ونكتب العقد الابتدائي وكل شيء تمام. دي لوزه يالا. لوزه مقشره ومحدش هياكلها غيري. وعمولتي باذن الله هديك الربع. ايه يالا؟ إيه؟ انا عمري يالا كلت عليك حاجه يالا؟ ما هديك القرشين وخلصنا. يلا وريني عرض كتافك. ماشي سلام. يا خليك عليك حاجه ده حاجه مش معقوله. اه يا اخويا انا ما اقصد. ايه الموضوع؟ في اسرار بينكم عشان كده بتتكلموا همس؟ لا ابدا يا حبيبي ابدا يا شوشو. شوشو؟ ايوه شوشو بدلعك يا شو. اصل انا بقى محضره لك المفاجاه، بس قلت يا بنت بقى استني لما الرز يستوي واحط عليه شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهارات وشويه شطه واحبشه وبعدين اقول لك عليه. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس والدعوه عامه وهتبقى لامه. الدعوه عامه هتبقى لامه. يوم فرحني فيه ايه؟ خلاص خلاص يا ماما هبقى عريس. العروسه وافقت. ايه يعني اعتبريها وافقت؟ خالي شوقي النهارده اداني وعد ان في الاجازه الجايه ان شاء الله هنكتب الكتاب ونحدد ميعاد الدخله. خلاص يا ماما هتجوز هالة وحلم هيتحقق. هالة هتيجي تعيش معايا في الصحراء. من هنا ورايح بقى هركز في شغلي تركيز ما حصلش. كل يوم هكتشف بير بترول جديد عشان انعش اقتصاد بلدنا واغني واقول يا ولاد بلدنا يوم الخميس. ايه ده يا ماما؟ تعيطي ليه بس؟ بقى بدل ما تزغلطي تعيطي. لا انا مقموص منك. اصلا انا عارفه انك لما هتاخد هالة معاك هنا تعيش هناك بقى على طول وتصطاد التعالي والصحالي. خلاص مش هتفكر في امك ولا هتيجي تزور. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ معقول الكلام ده؟ مش هي دي الحقيقه يا ابني. هو انت بتنزل اجازه غير عشان تشوف هالة وتتضرب؟ اتضرب؟ دم خفيف زي ابنك يا ماما. خلاص ما عدتش انضرب، ما انا هتجوز بقى. وبعدين اوعي تقولي كده تاني. انا استغنى عنك يا ست الكل، يا ست الحبايب. لا ده انا من هنا ورايح في كل اجازه هشد هالة من شعرها ونيجي نزورك ونقعد معاكي. امال ايه؟ عشان تدعي لي دعوه حلوه كده وتدعوها. تعالى اشوف. حاضر من عينيا يا ماما. ده انت لو طلبت نبأ العصفور اجيبه لك. يلا بقى فرفشي بقى وروقي كده وغني غني لابنك بقى. يا ولاد بلدنا يوم الخميس غني غني هكتب كتابي وابقى عريس والدعوه عامه وهتبقى لمه. الدعوه عامه وهتبقى لمه لمه يوم الخميس يا ولاد بلدنا. يا مدام فلوس ايه وكوافير ايه بس؟ وفري فلوسك، ما احناش عارفين الايام مخبيه لنا ايه. خش الاول سعيد بيه. هنقعد ساعه نصب في القهوه؟ ما خلصنا صب القهوه خلص. اخد اتفضل يا بيه. سيادتك موصى عليها. الراجل اللي اسمه شوقي ده شكله مش هيجيبها لبر. ده حبيبي بيقفل علينا كل السكك المفتوحه. ده زي ما يكون جاي متوصي علينا احنا بالذات. اه لو رئيس الحي هنا كنت عرفت ازاي اقلبه عليه واخليه يوقف له كل اختصاصاته. لو ايه لفندي كاي يكلمنا عن الضمير والشرف والمسؤوليه والنظام والموظفين تيجي في مواعيدها وممنوع السندوتشات وممنوع الكلمات المتقاطعه. وتخش مكتبه جوه تلاقيه مليان قرايبه ومعارفه واصحابه
ما بيعديش يوم واحد الا لما تلاقي معرفه او قريبه جاي يزوره. ما انا قلت لكم انتوا اللي ما بتسمعوش الكلام، هقول لكم بكره يبان على حقيقته. لو ايه ده جاي يقرطصني وانا ايه عملت اهبل وعبيط ازاي؟ قال ايه يا سيدي صاحبه اللي اسمه الدكتور هشام ده ولا الاستاذ هشام، قال ايه هيتبرع للحي ب5000 جنيه. 5000 جنيه؟ وايه المناسبه؟ المناسبه مستخبيه طبعا، ما هو مش هيقولها لنا. تقصد ايه يا سعيد؟ بكره هفهمك. المهم دلوقتي ان احنا نشجعه على حكايه لم التبرعات من الناس. ليه؟ لان ده الكارت اللي هنلعب بيه مع المجري لو حب يلعب بديله ويبقى دبور زن على خراب عيش. اخر حاجه يا نور كنت اتوقعها انك تطلعي من امستردام على موسكو وترجعي معايا في نفس الطياره. اعمل ايه يا ستي؟ ما انا رحت امستردام لقيت جوزي فاضل عليه 3 ساعات ويسافر، قلت بقى هقعد في امستردام اعمل ايه؟ قطعت تذكره على موسكو على حسابي واديني رجعت معاك نفس الطياره. اهم حاجه انكم تصالحتوا. يعني تصالحنا بس. بس ايه مال؟ مش عارفه يا دنيا، حاسه اني متغير من ناحيتي، بس انا بقول يمكن ده علشان الصفقه اللي بيخلصها. عارفه حصتك فيها كام؟ كام؟ 2 مليون جنيه. ياه. بس انا ما سكتلوش، قلت له لازم اول ما يرجع يكتب لي حته ارض باسمه وهقعد معاه شهر اجازه فيه هتفرغ. والارض دي؟ الارض دي طبعا انت مش عارفه الحاجات دي، لازم الست تاخد من جوزها كل اللي تقدر عليه. تصوري انا نسيت اجيب حاجات معايا لصاحبه البوتيك. ولا يهمك، جيب لها المره الجايه. طيب هاخد عربيتي بقى وارجعها لك بالليل. خلاص خلاص يا حبيبتي، يلا باي باي. باي. الورد عشان حضرتك. عشاني انا؟ ايوه. هشام الله، ايه الورد الجميل ده؟ اكيد ده ذوق الدكتور هشام. انا مش عارفه انت ليه متردده. خايفه قوي هاي، خايفه اتخذ قرار وبعدين اندم عليه. بس انا شايفه ان عريس لقطه وما يتعوضش. يعني ده جواز، يعني عشره، وبعدين انا ما اعرفوش وهو كمان ما يعرفنيش. بس انا بقى شايفه انه معجب بيكي ومتمسك بيكي جدا، والدليل على كده انه كل يوم بيبعتلك بوكي ورد ومستني الرد. انا كمان شايفه ان بابا وماما راضين قوي عنه. وانا كمان، كلنا شايفين انه مناسب ليكي جدا يا داليا. تفتكري يا هاله ممكن اتجوز واحد انا ما اعرفوش وهو ما يعرفنيش؟ مش يمكن بعد العشره نكتشف كل واحد فينا مساوئ التاني ونكتشف ان احنا تسرعنا في الجواز؟ انتي طول عمرك رومانسيه غاويه تعيشي قصص الحب الرومانسيه، نفسك تتعذبي كده زي ما ليلى اتعذبت في حب قيس وزي ميرنا ما اتعذبت في حب هريدي. مين ميرنا وهريدي دول؟ اصحابي، بس للاسف قصص الحب دي دايما بتنتهي بماساه. قيس اتجنن وهريدي دخل السجن، والدور الجاي هيبقى على هشام، هيبقى مجنون داليا. انا ما انكرش ان قلبي اتفتح لهشام، وحاسه كمان ان هو ممكن يكون فتح لينا. يبقى خلاص، ايقاع العصر اللي احنا عايشين فيه ده عاوز السرعه. لا انا ما اقدرش اتسرع، احنا نتخطب الاول. اشمعنى؟ طب ما انت مخطوبه ومؤجله جواز. هناك فرق يا اختي العزيزه بين واحد بيجيب ورد وواحد بيجيب تيس، فلم ولن يكون ابدا بهجه فتى احلامي. افهم من كده انك ناويه تدي التيس بومبا؟ شبه جزيره بجنوب شرق اوروبا، ده الافقي الراسي، جزيره يابانيه معكوسه. بابا حضرتك مشغول؟ بحل الكلمات المتقاطعه. وانت من امتى بتحل الكلمات المتقاطعه؟ او يعني بنشط مخي شويه. ايه مالك شكلك كده عايز يقول لي حاجه؟ اتفضلي تعالي اقعدي. شكرا. اصل انا كنت حاسه ان انا محتاره كده.
هشام. طول عمرك نبيه وتفهمها وهي طايرة. لا يا حبيبتي دي مش عايزة نباهة، أصل شايفك وأنت داخلة حضنة بوكيه الورد، وطبعا البوكيه ده هو اللي بعته هشام. هو دايما بيبعت لي ورد. تعرفي أنا كنت زمان بعمل كده مع عمك، بس كنت ببعت لها وردة واحدة واحدة بق السبع، واخدة بالك؟ أصل أياميها كان الظروف المالية يعني مش على قد كده يعني، ويوم ما كنت ابعت لها الوردة دي استلف أجرة المروح. يعني حضرتك شايف إيه يا بابا؟ والله أنا شايف إنه شاب ممتاز وعلى خلق، لكن الرأي رأيك دي حياتك يعني، وانت صاحبة القرار. اصل انا عندي تساؤلات كتير ومش لاقية لها جواب. يا ماما اسأليه هو، اسأليه هو، يمكن يكون عنده الجواب على التساؤلات اللي في دماغك دي. يعني ده رأي حضرتك؟ طبعا رأيي انك تقومي دلوقت تروحي له العيادة. يا سعكا موجود في العيادة دلوقت، تروحي له. بس هروح له ازاي؟ اصل انا معيش عربيتي. ليه فين عربيتك؟ نور صاحبتي مستلفاها. حد يسلف عربيته؟ طب خلاص يا بابي انا هتصرف. طب يلا يا هالة. هالة. نعم. نعم يا بابا. ايه حكايتك بقى مع بهجة ابن عمتك؟ يا ريت يا بابا نأجل الكلام في الموضوع ده لحد ما نلاقي حل في مشكلة داليا. ممكن؟ ممكن. القطرة دي 3 مرات في اليوم. ها وحاول ما تعرضش للتراب. اشوفك الاربع جاي. اوكي مثلا. المريض اللي بعده لو تفضلي. شكرا. داليا، قصدي أنيسة داليا. أنا حبيت أجي أشكرك بنفسي على الورد اللي بعتهولي. دي أقل حاجة ممكن أقدمها لك. ميرسي. تفضلي. أكيد غلبت نفسك كتير علشان تعرف ميعاد وصولي من موسكو. أنا على استعداد أبذل كل مجهودي ووقتي علشانك. شكرا أوي. عيادتك لطيفة أوي يا دكتور هشام. شكرا أوي. هي لطيفة النهاردة بس، واللحظة دي بس، علشان أنتي موجودة النهاردة. ميرسي. أكيد بيجيلك مرضى كتير وستات حلوين. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. أنت شاب ممتاز ودكتور ناجح، وأكيد بنات كتير يتمنوا إنهم يرتبطوا بيك، إشمعنى اخترتني أنا بالذات؟ ده السؤال اللي مقدرش أجاوبك عليه. ليه؟ لأن القلب أحيانا بيختار وينقي، وده سر ربنا حطه جوانا، وياما العقل بيختار، لكن اختيار القلب حاجة تانية خالص، مش هقدر اوصفها لك حتى لو كنت شاعر. مع انك لما شفتني اول مرة عجبت بيا وكنتش تعرف حاجة عني. ما يهمنيش اي حاجة، مش عايز اعرف اي حاجة عنك. طب دكتور هشام، انت حاسس اننا هنكون سعداء مع بعض؟ حاسس ان السعادة هتكون هي حياتنا، وكل لحظة هتمر علينا كأنها شعر عسل جديد. طب وشغلي؟ ده قرارك ومش هقدر اتدخل فيه. لو قدرتي توفقي بين بيتك وشغلك انا ما عنديش مانع. مش جاهز انا وانت نختلف في يوم من الايام. بالحب اي اختلاف هيكون فرصة لتدليل الاشواق. انسة داليا، انا صحيح طلبت ايدك من باباك بشكل رسمي، لكن اسمحي لي ان انا انتهز الفرصة اللي ما كنتش اتوقعها واطلب ايدك منك. انا يا دكتور هشام مش هقدر ارد عليك دلوقتي، الرد هتعرفه من بابا.
لان هو اللي شجعني ان انا اجي ازورك في العياده. مالك مكرنك ليه؟ ماليش نفس يا بابا. الله، احنا مش قلنا يا ابني نبطل بقى نفكر في الحكايه دي وننساها خالص؟ صعب يا بابا ان انسى. ازاي انسى الحلم اللي عشت عليه طول حياتي؟ بس ما طلعش حلم، طلع كابوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليه يا ابني كده؟ ليه التشاؤم ده؟ انا فاكرك جبل زيي. انا يا ابني ياما فشلت في حياتي لكن أصريت على النجاح. أهو أديني بحاول أقتنع بكلام حضرتك. أختك داليا هتتجوز يوم الخميس الجاي. دكتور هشام، إيه رأيك؟ مش ده اختيار حضرتك برضو؟ هو الحقيقة يا وائل الشاب أنا مستريح له، والحمد لله قدرت أقنع داليا بوجهة نظري. عقبال هالة يا رب. ألف مبروك يا داليا. ميرسي يا نور. ما تتصوريش أنا فرحتلك قد إيه. انا مش هنسالك ان انت اللي شجعتيني. المهم بقى دلوقتي تاخدي الفلوس اللي كان مفروض يتعمل لك بيها فرح وتحطيها في حسابك في البنك. ايه اللي بتقوليه ده يا نور؟ الله، هو مش رفض يعمل فرح؟ يبقى المفروض انك تاخدي ثمن الفرح ده وتحطيه في حسابك. معقول يا نور؟ معقول دي تكون العلاقه بين الست وجوزها؟ طبعا يا حبيبتي، انا مثلا جوزي بيغيب عني كتير، عشان كده اول ما هيرجع هخليه يشتري لي شقه باسمي. وهيرضى يشتري لك الشقه؟ طبعا، الراجل لما يحب صعب قوي يقول لمراته لا. نور، امي هاتيلي مفتاح عربيتي، انا كنت جايه اخد العربيه مش جايه اخد درس كيف تهدمين بيتك سريعا سريعا. يلا ورايا مشاوير كتير قوي. يا ناريمان، ما اقدرش، انا ما اقدرش استغل نفوذي واكلم الحلواني علشان يقفض لك في ثمن التورته والجاتوهات. الله، هيقول ان انا عايز رشوه. ويعني يا ست هانم ما لقيتيش غير الحلوان اللي في الحي بتاعي عشان تتعاملي معاه؟ اوه، دي حفله على الضيق، مش لازم تجيبي حاجات كتير. انا مش عازم حد غير اختي ادريه. الله، طبعا لازم اقول لها واعزمها. معقول بنتي تتجوز وما تحضرش فرحها؟ بهجت، انا بحاول اتصل بيه في الشركه لكن باين التليفون عطلان. يعني ايه ما عزموش يا نريمان؟ الله، عيب 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 يا نريمان، ده مهما كان ابن اختي وخطيب بنتك. خبطه في نفوخه، عيب يا نريمان، ما يصحش كده، ولازم يكون على راس المدعوين. لازم تعاكنيني عليا. مع السلامه يا ستي. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا تهان، عقبالك. وطبعا انا يسعدني النهارده انك تشرفي عندي في البيت، اهو انت برضو زي بنتي هاله. تمام، بس انا سامع حضرتك بتقول انك مش عازم حد. لا، هو انت حد برضو؟ لا لا لا، ده انت ست الستات. ميرسي قوي يا باشمهندس. قولي لي، اخبار السيد رئيس الحي ايه؟ لا يا فندم، ده لسه ما رجعش من بره. تلاقيه وحش الدراخمه اليوناني راح يعمل تآخي بين حيينا واحياء اليونان. انت متاكد؟ بقول لك، انا كنت عند الحلواني وسامع المدام بتاعته وهي بتكلمه توصي على الطلبات، وفهمت ان فرح بنته النهارده. امال ازاي ما عزمناش؟ اكيد طبعا واخد مننا موقف. والعمل ايه يا اخ جلال؟ والله بقى بصراحه انا زهقت، بفكر اقدم طلب نقل. معقوله؟ طبعا معقوله، ده بيتدخل في كل كبيره وصغيره، وفوق كده مش معترف بامضتي، قال لازم هو اللي يمضي على كل حاجه، ودي بقى ديكتاتوريه وانا برفضها. ايه ده بس، ايه اتقل عوز لما استوى. احنا مستنيين لما السيد رئيس الحي يجي وبعدين افقعه لك زر في الثاني في الثالث بامر الله هيحجمه. احنا مش عارفين لغايه دلوقتي السيد رئيس الحي هيرجع امتى. جا
الجيش. الراجل ربنا يكون في عونه، بيجاهد ساعيا في سبيل الوطن. الراجل يا سيدي بيعمل تآخي بين مدينتنا وتلات أربع مدن في أوروبا. لسه الراجل قافل معايا السماعة امبارح، قال لي خلص لي بدل السفر. فاحنا نستنى لما يجي وبعدين نفهمه، يعني خلص لنا طارنا منه. بس بقول يا سعيد، تفتكر يعني الواجب ان احنا نروح نبارك له؟ نروح من غير عزومه؟ لا لا يا استاذ، انا كرامتي تأبى هذا. ده اللي هتتجوز شاب ابن حلال تقدم لها. ايه، وامتى حصل الكلام ده؟ من كام اسبوع. وانت وافقت على طول كده؟ اهه، بقول لك شاب ممتاز وداليا موافقه وامها موافقه. قول كده عشان امها موافقه بقى الجوازه هتتم بسرعه. قصدك ايه يا ادري؟ قصدي اقول ان ابني بهجت بقاله خاطب بنتك سنين، ويا ما عيني اتشحطت واتضرب عشان خاطر عيونها، وانتوا ملوعينه مش عارف راسه من رجليه، مش عارف يا كبدي هيتجوز امتى. اصبري عليا يا ادريه، انا بس اخلص موضوع داليا وافوق لموضوع هالة. طب وليه ما يتجوزوش هما الاتنين في يوم واحد؟ بقولك الفرح يوم الخميس، يعني لا بهجت ولا هالة يقدروا يستعدوا. ان كان على ابني جاهز يا اخويا 23 قراط، والقراط الرابع اشتريهوله. هو انا هغلب الركة على بنتك وامها؟ وامها دخلها ايه في الموضوع؟ اصل امها بقى هي اللي موقفة المراكب السايرة. يا ادرية يا ادرية، انت دايما ظلمة نريمان، مع انها بتحبك وكانت عايزة تيجي بنفسها تعزمك لولا انها راحت تعمل ضوافرها. ضوافر ايديها ولا ضوافر رجليه؟ بس برضو كانت المفروض تيجي تعزمني. يعني لو هي اللي كانت جت كنت انا هخلص منك. طب وبهجت؟ انا بحاول اتصل بيه من امبارح ومفيش فايدة. طب خلاص، ابعت لي بقى الواد وائل بدري شوية عشان يوديني عندك وفير. نعم وفير، الله يرحمك يا بار، لو كان سمعك بتقولك وفير كان قتلك. الزمن اتغير يا شوقي، امال ايه؟ عايزني ابقى عرة قدام عريس بنتك؟ يلا 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 يا عم يلا نروح، دي كلها احلى معصفير يا ما في الدنيا احلى مفرصه مركب اطلع سوا طير. لا 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 لا، انا احلامي حقيقه جريئه، احلام راجل عنده ضمير، احلام مجاري طالع دغري، مالوش في الهم ولا في المم ولا في الكد والتزوير. يلا يا عم يلا نروح، هنشوف بكره وبعده اكيد، عايز يحلم خلوه يحلم، بس يا ريت احلامه تفيد، اصله بيشهد علشان يبقى ورايح يحلم حلم جديد، حلم الابدي كده بالبلدي، اني اشرف اني انضف اني اخلي شارعك سعيد، اني اخلي شارعك سعيد. يلا يا عم يلا نروح، لما نروح اعمل ايه؟ الاستاذ قدامنا مروح وما هوش عارف يعمل ايه، متغص جدا وبيتطوح بعد ما قفل الحلقه مروح. لازم اروح علشان احلم، والله اعلم بكره هنحلم تاني بيه.